السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في التنزيل العزيز: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. ويقول سبحانه في موضع آخر: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه وغيرها من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تحدثت عن التغيير كسنة في الكون وجميع الكائنات. انطلاقاً من هذه النصوص، نحاول الوقوف في هذه الحلقة من برنامج مقاصد على جوهر فكرة التغيير في التصور الإسلامي وماهيته وحدوده وكذلك ميادينه، كما نعرج في حديثنا على مقاصد التغيير وغاياته والنتائج التي تسعى الشريعة إلى الوصول إليها من وراء تقرير فلسفة التغيير. تفاصيل هذا الحديث تأتيكم بعد هنيها. عن هذا الموضوع يسعدنا الترحيب بضيف الحلقة الكريم الدكتور محمد الرئيس، أستاذ الفقه وأصوله بالمعهد العالي للحضارة الإسلامية في جامعة الزيتونة، الذي يحدثنا عبر تطبيق سكايب من ولاية نابل التونسية. أهلا ومرحبا بكم دكتور محمد. مرحبا بكم أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية، انطلاقا من النصوص من نصوص الوحي، سواء كان في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة، نريد أن نسأل سؤال عام كمدخل لهذه الحلقة: هل الكون والوجود عموما في ثبات مضطرد، أم أنه يخضع لمنطق الحركة والتغيير؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فعلا الكون هو يقوم على سنة التغيير والحركة، فكل شيء إلا وتجده في حركة مستمرة ودائبة، بداية من الكون فيما خلق الله سبحانه وتعالى كما ذكر في سورة ياسين: وكل في فلك يسبحون، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. ثم أيضا ما هو معلوم عن طبيعة الكون وحركة الأرض ودوران حول نفسها ودوران حول الشمس، ويعني فكل شيء في هذا الكون يتحرك وليس هو ساكن. فلذلك الكون مبني على سنة التغير وسنة التبدل وسنة الحركة، وليس على يعني السكون. ويحضرني في هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، يعني وهو يحث على الحركة ويحث على التنقل، يقول: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجي لم يطب. فإذا الحركة والتغير هي تضمن النقاء وتضمن يعني السلامة وتضمن الصفاء، وهكذا هو الكون كله. وما على الإنسان إلا أن يكون موافقا لسنة التغير في هذا الكون والتي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، وأن يكون منسجما مع هذه السنة. طيب، نبقى في هذه النقطة دكتور محمد. يعني الحقيقة ورد عدد من النصوص في القرآن الكريم تصور حركة الأفلاك والأجرام السماوية: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. ثم يتحدث الله سبحانه وتعالى عن الأفلاك كيف أنها تسبح في ملكوت الله عز وجل. وبعد كل هذا الحديث عن الحركة، حركة الأفلاك وحركة الكون، يربطها الله سبحانه وتعالى بضرورة التفكر والتدبر. يعني نريد أن نفهم كيف يعني يصور القرآن الكريم هذه الحركة ويربطها بالتفكر والتدبر. ما علاقة التدبر الذي يريده الله سبحانه وتعالى بماهية الحركة، حركة الأفلاك والأجرام؟ نعم، يعني هو عندما يذكر لنا القرآن الكريم ما في هذا الكون من حركة وما فيه من يعني ذلك النشاط الدائب المستمر، هو يأمر الناس بأن يتدبروا، أي ينظروا في هذا الكون، ينظروا فيه ويتأملوا ويتدبروا، ويكون يعني نظرهم إليه نظر فكر عميق
ويستفيدون من هذه الحركة التي يتميز بها الكون أو هذه السنن الكونية ليستفيدوا منها في حياتهم، أي يكون الإنسان يأخذ هذا يعني ما في الكون من سنن فينزله على يعني واقعه وعلى حياته، فيكون هو أيضا منسجما مع هذه الحركة ومنسجما مع هذه السنة الكونية المضطردة، ليحصل على ما يأمل من النجاح والفوز والتقدم والتطور في جميع الجوانب، يعني جوانب الحياة. يعني الإنسان يعني يذكر يعني عندما الله سبحانه وتعالى يذكر لنا يعني السنن الكونية وما في هذا الكون من 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 السنن، يريد من الإنسان أن يفكر فيها من أجل أن يستفيد من ذلك في علومه، في يعني فيما يكتشفه من علوم وفيما يستفيده من تجارب وخبرات يستفيدها من هذا الكون ومن سننه. فإذا من أجل مصلحة الإنسان، من أجل خير الإنسان، من أجل نجاح الإنسان في دنياه وآخرته، ولذلك نجد الآية الكريمة أفلا يتفكرون أو لم يتفكروا فيما خلق الله في السماوات والأرض فلم ينظروا إلى السماء يعني كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج إلى آخر ذلك، من أجل أن يستفيد الإنسان من ذلك. طيب دكتور، لو نزلنا قليلا من الافلاك والاجرام والكون في مداه الواسع الى الاقوام، الى البشر، الى الناس، يعني الله سبحانه وتعالى اورد لنا في القران الكريم نصا بالغ الدلاله، عميق الاثر، فيما يتعلق في ظاهره التغيير، ان الله حينما قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، نريد ان تفصل لنا لو تكرمت أن ماهية التغيير التي ينبغي للمسلم أن يفهمها في ضوء من هذه الآية وفي ضوء من التصور الإسلامي الشامل لظاهرة الحركة والتغيير في الأنفس وفي المجتمعات وفي الـ 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 الأقوام. نعم، شكرا على هذا السؤال يا أخي الكريم. يعني هذا الموضوع المهم، يعني مهم في حياة المسلمين خاصة، ويعني امر لابد من ان من التحدث فيه، ولابد من تاسيسه وتاصيله لما له من اثر في حياه الافراد والمجتمعات. ذلك ان الله سبحانه وتعالى ذكر تلك الحقيقه التي ذكرتها في الايه الكريمه، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وفي آية أخرى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أولا قبل أن نغوص في معنى الآية أريد أن أفهم يعني أو يعني أبين معنى التغيير، يعني اللي هو المقصود به التغير من واقع حال إلى واقع حال أو إلى واقع آخر منشود هو أفضل منه، يعني أنك تريد أن تغير ما بك من حال إلى آخر. ولكن بالنسبة إلى مفهوم الآية حسب ما ذكر المفسرون، فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نأخذ معنى الآية ثم بعد ذلك نربطها بموضوعنا. معنى الآية كما يذكر المفسرون يعني أن الناس عندما يكونون في حال حسن من إيمان ومن تقوى ومن عمل صالح ومن خير ومن طاعة الله سبحانه وتعالى، ثم فالله لا يعاقبهم ولا يغير ما بهم من تلك النعم التي هم فيها، يعني نعمة رغد العيش ونعمة الطمأنينة نعمة الأمن، وهم في يعني مواصلون في هذه الطاعة لله سبحانه وتعالى، فالله تعالى لا يغير هذه الحالة الحسنة إلى حال أخرى عقابا لهم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي حتى يعني يغيروا ما بهم من طاعة وما بهم من إيمان وما بهم من تقوى وما بهم من رجوع إلى الله سبحانه وتعالى إلى معاصي وإلى منكرات وإلى ذنوب، عند ذلك يحل بهم العقاب ويحل أن وتلك النعمة التي كانوا فيها تصبح نقمة. وهذه الآية وهي الآية الثانية التي فسرت الأولى، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا
نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولكن عندما نجي يعني ما يستفاد من الآية أو ما يؤخذ من الآية هو أن أيضا العكس، عندما يكون الناس يعني وقد كانوا في نعمة ثم بمعاصيهم الله سبحانه وتعالى عاقبهم، فهذه الحال لا تتغير، يعني لا تتغير ولا يغيرها الله تعالى إلا إذا هم غيروا، إذا رجعوا يعني غيروا تلك المعاصي وتلك المنكرات، أو غيروا الحال التي هم عليها من جهل أو من يعني من فساد أو من انحراف، فيعني يتأملون أنفسهم ويراجعون أنفسهم فيحاولون أن يخرجوا مما هم فيه من تلك الشرور التي أصبحوا عليها نتيجة يعني عقاب الله لهم، فعندما يرجعون ويؤوبون ويتوبون ويطيعون ويحولون الكفر إلى إيمان وإلى شكر والمعصية إلى طاعة، فالله سبحانه وتعالى يغير ما بهم، أي أنهم يتحولون أيضا من الشر إلى الخير. فإذا الآية تأخذ مفهومها من زاويتين، إما أن يكونوا هم في نعمة فلا يشكرون الله عليها فالله يعاقبهم فتتحول النعمة إلى نقمة، أو العكس عندما يكونون أصبحوا في شر، في انحراف، في فساد، في جهل، في تخلف، فلا يتقدمون ولا يتطور حياتهم إلا إذا هم رجعوا إلى العمل بما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله من أخذ بالأسباب وتعلم العلوم ومن يعني استقامة في الحياة وجمع ما بين مصالح الدنيا ومصالح الآخرة، فعن الله تعالى يأخذ بأيديهم وتتحسن أحوالهم من وضع كانوا عليه في سوء إلى وضع أحسن منه. ولعل الله سبحانه وتعالى في آية أخرى نجد أيضا تفسيرا لهذا، في عندما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وآية أخرى تقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولعل بذلك تكون الآية يعني القرآن يفسر بعضه بعضا، فالإجمال الذي ذكر في الآية الأولى زاد الآية الثانية فسرته ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة نعمها على قوم، ثم عندما ضرب الله مثلا بقرية كانت في أمان في اطمئنان فكفرت لم تشكر نعم الله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يعني نجد هناك يعني هذا هو المعنى، معنى الآية. وأخي الكريم، يعني عندما نتكلم عن التغيير بالانطلاق من هذه الآيات الكريمة وننزل ذلك على واقعنا الواقع العالم الإسلامي، ولكن العالم الإسلامي هو يتكون من مجتمعات، والمجتمعات تتكون من أفراد. طيب لو يعني أذنت لي دكتور. نعم. دكتور يعني طبعا. عفوا، يعني هذا موضوع العالم الإسلامي سنتحدث عنه بعد الفاصل في المحور الثاني بشيء من التفصيل. نعم. لأنه هو مناط هذه الحلقة، لكن قبل ذلك أبقى معك في هذه الآية لعظيم أثرها ودلالتها. يعني هل يمكن قصر هذه الآية فقط على القوم الذين عصوا الله سبحانه وتعالى وبدلوا نعم الله، أم أن هذه الآية يمكن أن تكون أكثر عمومية بحيث أنها يعني تكون يعني أساسا في نمط الحركة في التفكير إلى طريقة أساليب التغيير وطرائق التغيير والحركة في الحياة والمجتمع؟ نعم، هي منطلق لمعنى أعم وأشمل، ولكن نحن بما أن هي الناحية العلمية تقتضي بأننا نفسر الآية نفهمها الفهم حسب ما قال المفسرون، ولكن أيضا الآية هي تشمل هذا كله، يعني تشمل يعني التغيير بمفهومه الشامل، وفي سواء كان في مجال الفكر أو في مجال يعني في مجال العقائد أو في مجال يعني الاجتهاد والتشريع أو في مجال يعني المجال العملي يعني في حياة الإنسان،
يعني السعي للأفضل والسعي للأحسن وفي يعني إلى ما هو أفضل يعني من جميع النواحي، يعني اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية، هذه كلها يعني تقتضيها يقتضيها معنى الآية، يعني وتشمله يشمله معنى الآية، فيكون المعنى يعني الدعوة إلى التغيير بهذا المعنى الشامل، وليس هو فقط مقتصرا على المعنى الخاص للآية الذي يمكن أن يعمم ليكون يعني يستفاد منه في حياة الإنسان ككل، سواء كان فردا أو جماعة. إذا هذا التغيير الشامل دكتور محمد ومشاهدينا الكرام، إلى أي مدى ينسحب على كل شيء في تفاصيل الحياة؟ هل يصل إلى مستوى الأخلاق والقيم وهو منهج الحياة الذي تقرره الحضارة الغربية التي انسحب التغيير فيها على كل مناحي الحياة بما في ذلك القيم والأخلاق؟ إلى أي مدى هذا يتوافق مع نظرة الإسلام إلى التغيير؟ هذا ما نبحثه بعد وقفة قصيرة إن شاء الله. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن ماهية التغيير ومقاصده في الإسلام مع ضيفي هذه الحلقة الدائم الدكتور محمد الرايس. أجدد الترحيب بكم دكتور. يعني نلاحظ الآن في المنطق التفكير الحديث أن الحضارة الغربية التي تهيمن على كل شيء في هذا العالم، على حتى على أنماط التفكير الشعوب الأخرى ومنهم العرب والمسلمون، يعني التغيير تقريبا يعني وصل إلى كل مناحي الحياة بما في ذلك القيم والأخلاق بفعل الهيمنة الحضارية الغربية. هل يقر الإسلام ابتداء شمول التغيير القيم والأخلاق والمبادئ، أم أن هذه من المساحات الثابتة التي لا تقبل التغيير؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني تغيير كل شيء، يعني تغيير القيم، تغيير الأخلاق، بالطبع أمر يرفضه الإسلام. يعني التغيير الذي يريده الإسلام يعني هو التغيير في الأمور التي هي قابلة للتغيير، قابلة للتغيير وقابل يعني ليست هي ثابتة. يعني كما تعلمون أن عندنا في ديننا هناك ثوابت ومتغيرات، فما مساء يعني أمور ثابتة لا يمكن تغييرها، ويعني التي وردت فيها نصوص تجعل وتتصل بمعنى الاستمرار ومعنى الثبات. فما هو ثابت من العقائد، ما هو ثابت من الأحكام الشرعية اللي بنص قطعي الثبوت والدلالة فلا يتغير، وما هو أيضا ثابت من القيم والأخلاق التي جاء بها الإسلام وأقرها وأمر بها ودعا إليها، هذه بالطبع لا يمكن تغييرها. فإذا وجدنا يعني هيمنة يعني الغرب أو الدول اللي هي القوية ماديا واقتصاديا ومن جميع النواحي هذه المادية، هيمنتها على العالم الإسلامي وسعيها إلى أن تغير كل ما به من القيم، وحتى ربما تتدخل وحتى في أحكامه الشرعية، يعني متعلقة بالمرأة ومتعلقة بالميراث ومتعلقة بأشياء كثيرة، تريد أن تغيرها لتجعل العالم كله يعني شيء واحد. هذا أمر بالطبع يعتبر اعتداء على يعني خصوصيات خاصة الأمة الإسلامية. فالإسلامية الأمة الإسلامية عندها خصوصيات، عندها ثوابت لا تقبل التغيير، وأهلها لأنهم المسلمون ينبغي عليهم أن يعضوا على ذلك بالنواجذ، وأن لا يضعفوا وأن لا يستكينوا
يعني أمام هذه الهيمنة، ويعني ويسير وراءها، ويعني يخضع لها، فيغير ما عندهم من ثوابت إلى، ويجعلون الثوابت كالمتغيرات. هذا أمر بالطبع مرفوض، يعني فما هو ثابت من الأخلاق دائما يبقى ثابتا إلى يوم القيامة، وما هو ثابت من الأحكام الشرعية هو يبقى ثابتا إلى يوم القيامة، ولا ينبغي أن يؤثر فينا كمسلمين دعوة الآخرين إلى أن نخرج عن ثوابتنا ويعني ننسلخ عنها، فنكون بذلك بالطبع خرجنا عن ما هو يعني ما نحن مأمورون به من الثبات عليه والاستمرار فيه. ويعني الواقع الذي هو موجود مع الأسف في كثير من المجتمعات الإسلامية هو نوع من الانهزام، أو نوع من الاستسلام، أو نوع من القبول. هناك مثلا نجد فئات من المجتمعات الإسلامية هي يعني قابلة لهذا التغيير، التغيير الأسوأ بالطبع، التغيير نحو الانحراف عن القيم والأخلاق، وتغييرها إلى أخلاق أخرى، يعني تكتسب من وعادات أخرى وتقاليد أخرى أخذت عن الأمم طبعا المخالفة لديننا، فانصهر كثير من الناس، وخاصة شبابنا، في هذا النوع من التغيير إلى الأسوأ الذي بالطبع يرفضه ديننا. الإسلام يريد من المسلم أن يكون عنده شخصية تميزه، وعنده يعني ثبات على ما يعلمه من أمور يريدها الله تعالى منه، ويستمر بها إلى أن يموت، ولا يغيرها بحال من الأحوال، مهما كان التغيير، مهما كان الداعي إلى ذلك التغيير، يعني مهما يعني رغبه في ذلك، أو يعني جاءه بأساليب مختلفة من أجل أن يخرج عن قيمه أو يخرج عن أخلاقه ودينه، فهو بالطبع ينبغي عليه أن يثبت على ذلك. طيب، لا أدري، نعم. نبقى في دائرة الثابت والمتغير، وهي نقطة يعني تصيب عصب هذه الحلقة دكتور محمد. يعني في العلاقة بين الثابت والمتغير، نحن نشاهد الآن في العالم الإسلامي وفي القلب منه والروح العالم العربي الذي سرى الحديث في مسألة التغيير على كل شيء تقريبا، لم يعد هناك تقريبا شيء ثابت عند العرب والمسلمين اليوم. امتد الحديث إلى الميراث، إلى العبث في موضوع الميراث، وحتى إلى الحجاب. انطلاقا من هذا الواقع، يعني دعني أسألك، كيف يمكن تحقيق أو الاستجابة لسنة الله سبحانه وتعالى القاضية بالتغير والحركة المستمرة والمتواصلة إلى آخر الزمان، وفق مراد الله سبحانه وتعالى، وفق مراد الشارع الذي وضع في دينه ثوابت لا تحيد ولا تتبدل ولا تتغير على طول الزمان والمكان؟ كيف يمكن إحداث هذا التغيير بدون الاعتداء على الثوابت؟ نعم، شكرا، أحسن. يعني مسألة بسيطة، وليس يعني أمرا عسيرا، أن المسلم يعني سواء كان فردا أو مجموعة يعني يحافظ على ثوابته. هذه بالطبع الثوابت هي بالطبع هي تدعو، يعني تدعو إلى أشياء أخرى يعني فيها مجال للتغيير. فنحن في ديننا ليس عندنا ثوابت فقط، الثوابت معلومة، يعني في العقيدة، في الأحكام الشرعية، في القيم والأخلاق، في الحدود والتقديرات، في يعني هذه هي معلوم أمرها وهي محددة. ثم ترك لنا الإسلام مجالا فسيحا يعني يمكن أن نغير فيه، يعني سواء كان في ميدان الاجتهاد، وإحنا عندنا ميدان الاجتهاد من أهله، من المتخصصين. فمن مزايا هذه الشريعة الإسلامية أنها جعلت منطقة فراغ، أو منطقة يعني يمكن للعلماء والمجتهدين يعني على ضوء النصوص الشرعية، وعلى ضوء يعني تلك الثوابت، أن يجتهدوا في استنباط أحكام للناس، تلك الأحكام تكون متطابقة مع النصوص الشرعية، ثم إنها أيضا تخدم مصالح الناس وتحقق لهم مصالحهم في دنياهم وآخرتهم، فيجدون جوابا على كل سؤال يطرح، على كل تطور يحدث في هذه الحياة، في المجال الاقتصادي،
المجال الطبي، المجال الاجتماعي. فالإسلام هو منفتح على هذه العلوم، منفتح على هذه التخصصات، منفتح على هذه هذا التقدم الذي يحدث في العالم، ولكن في معناه الإيجابي الذي يجعل الأمة تتقدم ماديا حضاريا، تتقدم في مجال العلم والتقنيات وغيرها، ولكن أيضا هي محافظة على ثوابتها وقيمها. فهذا لا يعارض هذا، أنك تحافظ على القيم والثوابت لا يتعارض مع أن تكون متقدما وتكون يعني آخذا بالأسباب التي تجعلك يعني في السلم، في الأعلى السلم، أو تكون في المقدمة. والمسلمون عندما يكونون لكن دكتور نعم محمد، معذرة، يعني أنت قلت بأن السبيل الأمر بسيط بأن يحافظ المسلم على ثوابته، ولكن الآن نحن يعني تقريبا منذ عقود لم يكن هناك يتخيل أحد أن يتسرب الخلل في التفكير عند المسلمين إلى قضية الحجاب، إلى قضية الميراث، إلى قضايا كثيرة أساسية من ثوابتهم. اليوم المسلمون الآن يخشى من أن الحديث عن هذه الثوابت وإخضاعها للنقاش والاجتهاد والأخذ والرد، يخشى أن تضعف هذه في وجدان أو في وعي المسلمين العوام، وبالتالي يحصل نوع من الكارثة، تضيع الثوابت عند عوام المسلمين. ومن هنا تنبع ربما قيمة السؤال الذي سألتك إياه عن كيفية تحقيق ظاهرة التغيير من دون المس بالثوابت. نعم، يعني أنا عندما قلت مثلا هو الأمر بسيط، يعني بسيط في يعني عندما يكون هناك إرادة، وهناك يعني تشبث بهذه القيم وتشبث بهذه الثوابت، يعني أنك تجمع ما بينها وما بين ما هو خاضع للتغيير ليس أمرا صعبا. يعني المقصد هذا وقصدي أنه عندي محافظ على ثوابتي، فإن هذا لا يجعلني غير مواكب للتطور والتقدم الذي تعيشه المجتمعات الأخرى. يعني ثوابتي لا تكون حاجزا ومانعا لي من أن أكون إنسانا متقدما في حياتي، يعني يكون مواكب للتطور العلمي والتطور الاقتصادي والتطور الاجتماعي. يعني ليس هو كما يعني الدعوات اللي تقول او الادعاءات اللي تقول، يعني بعض الدعوات تقول الاسلام هو سبب تخلف المسلمين. هذا قصدي، معناه يجعلون الثوابت هي التي سببت تخلف المسلمين، ويجعلون الاسلام والتدين ويعني هي هم يعني هي هو السبب الذي جعل المسلمين في حالهم. نحن نقول إن الإسلام هو بالعكس، ويدعو إلى الارتقاء، يدعو إلى يعني العلم. وأول آية كما تعلمون نزلت هي قول اقرأ باسم ربك الذي خلق، كم مجد الإسلام العلم وكم دعا إليه وأقسم بأداة العلم وهي يعني القلم، نون والقلم وما يسطرون. معنى ذلك أن ديننا يدعونا إلى أن نأخذ بأسباب التقدم، ولكن أيضا لا نخرج عن ثوابتنا، ولا نخرج عن قيمنا، ولا نخرج عن ما يعني أراد الله تعالى منا أن نثبت عليه. ومن جهة أخرى نكون متقدمين، ولكن الواقع الذي نشهده لا معناه يدل على انهزام، ربما انهزام فئات من الأمة، انهزامها أمام تلك الحضارة الأخرى. وربما يعني فهموا كأن الإسلام أو كأن الدين هو الذي كان سببا في جعل الأمة الإسلامية في هذا التخلف وفي هذا الوضع اللي هي عليه. يعني فقالوا يعني النجاة هو أننا نمشي نرتمي في أحضان الغرب ونرتمي في أحضان الحضارة الغربية، نأخذ كل ما فيها من غث وسمين حتى نتقدم. وهذا فهم بالطبع منحرف وخاطئ للتقدم الحقيقي، فهذا لا يوصل للتقدم. يعني وعندما نرى أخوي الكريم يعني مجتمعاتنا، لو يعني جينا نعمل عملية استقراء أو عملية إحصاء للأمور التي يعني شبابنا أو كثير من الناس يأخذونها من الغرب، لوجدنا أن ما يؤخذ من الغرب هو الغث، هو الأمور التي لا تنفع الأمة، هي الأمور التي فيها التقليد في أمور تافهة أو أمور بسيطة، أمور يعني ليس لها قيمة في الغالب. يعني ولكن انك تاخذ تستفيد من علومهم، انك يعني نعم. ما يعني الامور اللي هم متقدمين فيها حقا التقدم العلمي، نجد هذا عند فئات قليله ربما متخصصين، ولكن
عامة شبابنا يعني هم يعني يقلدون في الموضات، في تسريحات الشعر، في وضع كذا في العنق، في أمور يعني ربما في أمور تافهة ليست هي التقدم الحقيقي الذي المنشود الذي يرتقي بالأمة. الإسلام بالعكس هو يجعل الحالة التي عليها الأمة من ربما من التخلف في ميدان العلمي، ميدان التقني، ميدان الاقتصادي، يعني هم مؤاخذون على هذا. يعني نحن من الناحية الشرعية في مؤاخذة، في مآثمين. إذا كان جين بمنطلق الحكم الشرعي، المسلمون عندما لا يأخذون بأسباب التقدم العلمي، الله تعالى سيحاسبهم على ذلك. لماذا؟ لأنهم عندما يتأخرون عن الركب ويتقدم غيرهم، سيكونون هم المظلومون، سيكونون هم ربما الذين سينهز يعني ما أقول يعني يلحق لهم الضرر بذلك. لأن الأمة عندما لا تكون في الريادة وفي السيادة، سيكون الآخرون يسودونها، وبالطبع يفرضون عليها ما يحبون. وهذا ربما سر ربما هزيمة المسلمين اليوم، أو خذلان المسلمين اليوم، أو الحال التخلف اليوم عليه، لأنهم لم يأخذوا بأسباب التقدم العلمي والتقني، وتجدهم يستوردون كثير من الأشياء الضرورية وغير الضرورية، وهم في قبضة الآخرين، ولذلك فالآخرون يستعبدونهم. لم يحقق المسلمون معنى الاستخلاف الذي يجمع ما بين المحافظة على الثوابت وما بين الأخذ بأسباب العلوم. والله تعالى وعد المؤمنين بأن يمكن لهم في الأرض إذا هم حافظوا على دينهم وثوابتهم وقيمهم وأخذوا بالأسباب، فيمكن لهم في الأرض. يعني رب يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا الآية فيها وعد للمؤمنين بالتمكين، والتمكين معناه أنك أنت تكون السيد وتكون القائد وتكون الرائد في هذا الكون، حتى تنشر العدل وتنشر الأمن والسلامة. ولكن عندما تصبح الريادة عند غيرك، فإن غيرك لا يخاف فيك الله تعالى، يستعبدك ويذلك، وربما يعني يدمرك ويعتدي عليك وأنت ضعيف، لأنه هو في يده وسائل القوة. هذه هي يعني المسألة. طيب يعني لدينا دكتور محمد، لدينا الميدان السياسي، الميدان الاجتماعي، الاقتصادي، العلمي، باستقراء النصوص ومقاصد الشريعة، ما الميدان الأهم الذي يحث الإسلام على التغيير فيه ويحض على ذلك؟ نعم، يعني في المجال الجماعي، يعني هناك المجال الفردي. طبعا المجال الفردي كل واحد يعني مسؤول أنه يسعى لتطوير ذاته، ويعني كفرد، ويأخذ بأسباب العلم وإلى غير ذلك. ثم أيضا ثم المجتمع أو الجماعة أو الأمة هي مطالبة بالتغيير، يعني على جميع المستويات. في الحقيقة هو يعني أنا أرى في رأيي معناها أولا المستوى القيمي. أول مستوى ينبغي المحافظة عليه هو المستوى القيمي اللي يتعلق بجوانب يعني العقائد والأخلاق وغيرها. هذه ينبغي أن ترسخ في الأمة، وينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار في مناهج التعليم، أن نرسخ القيم والأخلاق والعقيدة في أنفس الناس، لأن هذه المنطلق نحو يعني التغيير الحقيقي. ونحن لنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأسوة، سيرته: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي 13 سنة بمكة وهو يرسخ العقيدة ويرسخ القيم والأخلاق في نفوس المؤمنين. وهذا يعني الفترة هي أطول من فترة مرحلة المدينة، المرحلة المدنية، يعني 13 سنة ترسيخ للأصول، للثوابت، ترسيخ للقيم. وبسبب يعني رسوخ هذه الثوابت والقيم في نفوس المؤمنين، أصبحت لهم إرادة وقوة وعزم كالحديد. بعد ذلك بنوا الأمة وبنوا الدولة. فبعد
يعني الدولة التي بنيت المدينة المنورة وبدأت من بعد الهجرة إلى المدينة، يعني اهتم النبي صلى الله عليه وسلم وجاء القرآن الكريم بالأحكام الشرعية وجاء به يعني بجوانب التفصيلية التي أصلت في المرحلة المكية وجوانب السياسية، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل المعاهدة وعمل يعني تلك المعاهدة بينه وبين بين الأنصار والمهاجرين وبين اليهود، نعم المؤاخاة الأنصار والمهاجرين وبين الأوس والخزرج، ثم بعد ذلك يعني ما عقده من عقد مع اليهود، يعني وهذا جانب سياسي حتى يعني، وكذلك العقد الذي فيه بنود كثيرة، نعم. يعني فيها أنه يعني هؤلاء وثيقة المدينة، وثيقة المدينة، نعم، يعني ينبغي أن يعني يدافعهم عن المدينة والمسلمون يدافعون عنهم، ويعني هناك أخذ وعطاء، وكل يكون عنده إحساس كما نسميه اليوم لكن بالمواطنة. لكن دكتور محمد، نعم. نقطة مهمة يعني أنت أثرتها أريد أن أستوضح منك، يعني أنت قلت أن واقعنا الآن الواقع العالم الإسلامي الراهن لو أصبناه بشكل مباشر فطبيعة التغيير أحوج ما يكون المسلمون اليوم إلى التغيير هو في ساحة العقائد والقيم، بمعنى أنك تفترض أن الآن ساحة العقائد والقيم عند المسلمين الآن هي خاوية، ليست حاضرة بالمعنى الصحيح، فينبغي إحداث التغيير وصولا إلى العقائد الصحيحة والقيم الأصيلة. نعم، هذا في رأيي، يعني هذه ترسيخ هذا الجانب مهم، ولكن لا يعني لأن نحن ربما هنا ما يسمى بالتدرج. التدرج هو ثمه فيه معنى اللي هو في وقت التشريع. التدرج في زمان التشريع يعني انه مثلا يكون شيء مثلا حلال مباح ثم بعد ذلك يحرمه الاسلام بالتدريج. ويعني تبدا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدا بالعقائد ثم بعد ذلك تحول. ففي نظري يعني هذه المسائل بالنسبه الينا اليوم قد تكون بالتوازي. يعني ليس بالضرورة أن نكون احنا نكون نهتم فقط بالعقائد ونهتم طب بالقيم. دكتور أنا هذه دعني أحاورك في هذه النقطة على أهميتها، يعني أنت تقول بالتوازي وأنه ينبغي الآن إحداث تغيير حقيقي في عقائد الناس، بمعنى العودة إلى أصول العقائد الإسلامية والتمسك بها وعقدها على القلب، لكن هل يمكن وضربت مثلا في ذلك بالمرحلة المكية، طيب في المرحلة المكية كان هناك نبي مرجع يعني يؤوب الناس إليه في كل كبيرة وصغيرة، الآن كيف يمكن إحداث هذا التغيير الحقيقي في مسائل العقائد، بمعنى العودة إلى العقائد الأصيلة بدون مرجعية، بدون سلطة سياسية تحمي بيضة الإسلام وبيضة العقيدة، يعني كيف يمكن أن نجيب على هذه الإشكالية أو المعضلة؟ نعم، يعني هي اولا المسؤوليه الاولى ترجع اولا للعلماء، علماء الامه ودعاتها، ويعني يعني الحكماء فيها واللي يعني يجمعون عندهم معنى الفهم، يعني هناك العلم الصحيح الفهم اللي فيه يعني مراعى فيه يعني ان يؤخذ من اهله ويعني ويكون طيب هناك علم حقيقي. طيب دعني أنقل لك سؤال قد يكون هناك سؤال معترض على ما تتفضل به، يقول لك ربما قائل وهذا ربما مطروح في الساحة أن الأمة منذ سقوط الدولة العثمانية التي كانت هي تجمع المسلمين في بقعة جغرافية واحدة شبه متماسكة، يعني منذ سقوط هذه الدولة قبل قرن من الزمان ويوجد علماء كثر ويوجد هيئات علمية واتحادات علمية وسخرت وسائل الإعلام والمجلات وإلى آخره، ومع ذلك لم تحدث أثرا حقيقيا في عقائد الناس وقيمهم. يعني نعم، هو حتى الجانب يعني أن تكون هناك مرجعية وتكون هناك يعني سياسة تتبنى هذا الأمر وتقوم عليه ويكون هناك شيء يجمع المسلمين، هذا حلم طموح، يعني حلم أن يكون هناك يعني المسلمين يتجمعوا حول يعني قائد أو غير ذلك، هذا ولكن تطبيقيا وعمليا ليس بالسهولة بما كان، ولكن يمكن السعي إليه. وحتى في ظل هذا ما نعيشه اليوم يمكن أن يكون في حدود كل دولة حتى يأتي يعني ربما، يعني هنا مسألة ليس بسهولة أن يعني نرجع إلى ذلك. صحيح أن الخلافة الإسلامية على ما يسمى بالخلافة العثمانية يعني كانت قوية وجمعت المسلمين،
كان هناك بالطبع أثر في حياة الناس وفي المجتمعات في جميع الجوانب، والأصعدة والإصلاح كان يعني موجودا. ثم عندما هذه الخلافة انقضت ووقع القضاء عليها، بالطبع قد يكون بأسباب داخلية وموضوعية وأسباب ذاتية يعني مختلفة، يعني ربما أصبحت تحولت الآن إلى المسلمين إلى دويلات أو إلى دول. فإذا نحن إذا نكون واقعيين، نكون حتى في حدود ما نحن فيه يمكن أن يكون هناك العمل على الإصلاح والتغيير حتى في الواقع الذي نعيش فيه، حتى يعني نصل إلى أن يكون هناك ما يجمعنا. وهذا الطموح فيه لابد فيه من وسائل وتخطيط وإلى غير ذلك. فلنبدأ على الأقل بالإصلاح في الواقع الذي نستطيع، كما هو ما يسمى بالممكن يعني المستطاع، لأن هناك شيء ممكن ويعني شيء بعيد المدى وشيء قريب المدى. قريب المدى يعني الواقع الذي نحن نعيش فيه نعمل على إصلاحه تغييره بالذي نستطيعه بما أمكن لنا، حتى نستطيع بعد ذلك أن نصل إلى أن نحقق الهدف والمنشود والطموح الذي يجعل الأمة الإسلامية أمة واحدة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى يعني عندما يتكلم عن الأمة يعني لا يذكرها وهي منقسمة، وإنما يذكرها وهي متحدة ومتوحدة، يعني كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا خطاب للأمة جميعا بغض النظر عن يعني أجناسها، وبغض النظر عن مكانها، فهي أمة واحدة. هذا يعني طموح يعني يمكن السعي إليه، ولكن ابتلينا بهذا الواقع الذي نعيش فيه، فلابد طيب لنا أن يعني نأخذ. دكتور محمد، يعني معذرة، يعني أيضا نقاط مهمة، يعني تتحدث على في صلب الموضوع، ولكن نقف على الحواف. يعني لو أذنت لي أن أسألك عن طبيعة العلاقة بين النظام السياسي وبين التغيير، أو بالأحرى هل يمكن إحداث تغيير بدون سلطة سياسية؟ لأن التغيير يفترض الحركة، يفترض القوة، وهذه القوة لا يمكن أن تتحقق للعالم وهو يعني قد يكون ريشة في مهب الريح إذا خلى من دعم سياسي أو من سلطة سياسية تؤيده وتحميه. نعم، سلطة سياسية يعني أمر يعني ربما راشدة. نعم راشدة، تكون أمر ضروري، لأن هذه السلطة السياسية يعني تكون عند القوة والنفوذ، بحيث يكون يعني التغيير ممكنا ويعني بخطى أسرع وبطريقة ربما أفضل. يعني هذا يعني لابد منه، يعني أن تكون هناك سلطة سياسية يعني كما ذكرت راشدة وعندها يعني نظرة يعني تجمع ما بين يعني المعنى الأخلاقي للسياسة، ثم أيضا حسن التدبير والتمرس على القيادة وغير ذلك. هذا أمر بالطبع أفضل وأحسن، وهو أمر منشود طيب. ومطلوب، ولكن معناها ليس السلطة السياسية فقط، معناها السلطة السياسية هي تكون تسرع بهذا التغيير وتكون يعني أنا يعني الهدف في من يدها. سؤالي من نعم الهدف من سؤالي دكتور محمد، معذرة مرة نعم أخرى، هو بناء على فقه الأولويات، هل ينبغي إحداث تغيير في العقائد أم أصلا ينبغي إحداث تغيير سياسي وصولا إلى مرحلة العقيدة؟ لأنه لا يمكن إحداث أثر أخلاقي أو أثر في عقائد الناس طالما هناك مثلا ربما سلطة سياسية تحارب العقيدة الصحيحة والقيم الأصيلة. نعم، أنه أن توجد يعني سلطة سياسية هي تتبنى هذا الأمر، تتبنى يعني يعني تغيير أو تتبنى الإصلاح في جانب العقيدة والقيم، هذا هو المفروض الواجب أن يكون يعني. وبالطبع عندما يكون الحاكم راشدا، يعني يكون الحاكم راشدا فهناك مصالح كثيرة يعني تنجر عن هذا. يعني هذا بالطبع، والكلام هذا ليس هو ربما محض كلام نظر، وإنما هو هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى يعني من الحاكم، أن هو يكون يجعل من نفوذه من سلطته يعني سبيلا لخدمة الدين وخدمة والمحافظة والذب عن الدين والعقيدة والحوزة والملة، فيكون هو حارسا لها ويكون حاميا لها حماية حقيقية.
طيب يعني كان الدكتور محمد الرئيس من تونس يتحدث عن قضية العلاقة بين السياسة والتغيير، وأنه لابد من إحداث تغيير سياسي وصولا إلى إحداث تغيير أو في العودة إلى العقائد الصحيحة والقيم الأصيلة من المنظور الإسلامي. نعود إليكم بعد فاصل قصير. أهلا بكم مرة أخرى وأخيرا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة. عودة إليك دكتور محمد، يعني ربما وصلنا إلى نقطة مهمة في آخر هذه الحلقة عن مقاصد. هل التغيير هو غاية في ذاته في المفهوم الإسلامي أم أنه وسيلة لبلوغ مقاصد وغايات كبيرة ونهائية؟ نعم، هو وسيلة، التغيير وسيلة للمقاصد، مقاصد أخرى، يعني هو وسيلة من الوسائل التي تجعل الأمة في خير وتجعل الأمة في، يعني سواء كان خيرا جميع المصالح الدنيا ومصالح الآخرة، في خير وصلاح واستقامة، فهو وسيلة إلى هذا، فهو وسيلة إلى الغاية، وهو أن طب لو أجملت لنا بدقيقة ونصف من فضلك دكتور جملة المقاصد التي يسعى الإسلام إلى تحقيقها من وراء التغيير. يعني الإسلام يسعى إلى أن يكون المسلمون أولا يحققون معنى الاستخلاف. طيب. والاستخلاف بالطبع فيه بطبع تفاصيل أخرى وفروع، يعني الاستخلاف يعني يكون إذا كانت الأمة تحقق معنى الاستخلاف، يعني تحقق يعني أن يكون فيها العلم وفيها يعني القيم وفيها فيها العقيدة الصحيحة. نعم، الاستخلاف وبالتعبير الحديث ربما بمعنى الهيمنة الحضارية للمسلمين التي تقوم على قيم العدل والخير وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. أدركنا الوقت، شكرا جزيلا لك دكتور محمد الرئيس، أستاذ الفقه وأصوله بالمعهد العالي للحضارة الإسلامية في جامعة الزيتونة، كنت معنا من مدينة أو ولاية نابل في تونس. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام، دمتم في حراسة الله. We'll be right back.